يتم الانتخاب ديالي كرئيس وممثل لهذا الاتحاد. والهدف ديال هذا الاتحاد هو الدفاع عن المقاول الذاتي واعطاء واحد الدفعه ديال المقاوله الذاتيه ديالو وايضا التمثيليه ديالو امام المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه. وكما كتعلموا ان بعد الكونفينمون والمشكل ديال كورونا ان الدوله المغربيه اعطت التعويضات وقامت بتمويل مؤسسات كثيره من المقاولات الصغرى والمتوسطه، وبقى المشكل ديال المقاول الذاتي لانه هو ايضا عانى من المشكل ديال كورونا، يعني اغلبيه الانشطه الاقتصاديه ديالهم تم التوقف ديالها بالكامل او جزئي اللي دار لهم واحد الخسائر كبيره. وايضا كان السبب الثاني اللي هو الخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بعد ما اعطى برنامج الانطلاقه لاعطاء واحد الدفعه للمقاولين الذاتيين وايضا الشركات وايضا لجميع الشباب المغاربه لاحداث مقاولات خاصه وانعاش الشغل والتشغيل الذاتي اللي كنعرفوا جميعا ان الحكومه المغربيه وايضا سياسه الدوله كتجه نحو التشغيل الذاتي. لهذا حنا جينا باش ندافعوا على المقاولين الذاتيين باش يحصلوا على القروض ديالهم، باش تكون واحد التمثيليه افضل، يوصلوا الخطاب ديالهم والمشاكل ديالهم والاهتمامات ديالهم للطرف الاول اللي هي الحكومه، والطرف الثاني اللي هما مؤسسات التمويل اللي هي منخرطه في ذاك البرنامج اللي تلقوه صاحب الجلاله نصره الله اللي هو برنامج انطلاقه. انتشر الموضوع ديال المقاول الذاتي او هاد البطاقه في هاد الجائحه ديال كوفيد 19، ففي وسائل التواصل الاجتماعي كنشوفوا الناس كيقولوا بغينا ناخذوا القروض ديال المقاول الذاتي، وهما عندهم بطاقه ولكن ما كيمارسوا حتى شي حاجه، حتى شي عمل ما كيمارسوا، غير سمعوا بطاقه المقاول الذاتي كتقدر تاخذ بها قرض فكيديروها. يعني هنا هذا مشكل كبير، كاينين مقاولين ذاتيين عندهم البطاقه وخدامين بها كيصرحوا بالضريبه، عندهم حساب بنكي مروج، المسائل ديالهم القانونيه كلها مضبوطه، في حين كاينه فئه اللي كياخذوا البطاقه وكيديروها في جيبهم ما كيصرحوا حتى شي حاجه، لا ضريبه ولا حتى شي حاجه، وما عارفينهاش اصلا علاش وعلاش وشنو بغاو يستافدوا منها. فانا كيبان لي هذا مشكل كبير، لان الدوله دارت المجهود ديالها، فكرات الحمد لله تحت السياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، تلقوا برنامج الدوله، تلقات برنامج في 2015 ديال المقاول الذاتي اللي عن طريقه غيتهيكل القطاع الغير المهيكل. فهنا كنقول انه كاين جهل، جهل اقتصادي، يعني الناس ما كيف ما قلت لك يعني كياخذوا البطاقه كيديرها في جيبه وكيتسنى انه يمشي للبنكه يقول لهم انا مقاول ذاتي عطيوني هذاك عطيوني القرض، في حين ان ما عنده لا حساب بنكي مروج ما عنده حتى شي حاجه.